دولاري الأخير، اوعى تسيبني بسرعة كده. صديقة مدمنة شوبينج مشكلة لأي حد. هو أنتي محتاجة برنيطة سودا تانية ليه؟ وكل الحاجات التانية دي؟ أوه طيب، لسه معايا ورقة فلوس واحدة كمان، وأنا مش هقبض لمدة أسبوعين. ما تقلقيش، أنا هعلمك إنك تعيشي بمحفظة فاضية. دليفري بيزا سريع بقى جاهز إنه يتفضل. شوية موتزاريلا شكلها هايل دلوقتي، لكن صاحبتك مش بتحب تضيع الفلوس، علشان كده بعدت شاب الدليفري بعيد. هو أنتي بتخططي لإيه؟ أوكي، يلا نشوف إحنا عندنا إيه في التلاجة. إيه كل ده؟ جبنة، سجق، ومايونيز. ممكن تعملوا بيتزا بنفسكم وتوفروا الفلوس. نقطع المكونات لقطع صغيرة. دلوقتي جهزوا العجينة. في الأول صبوا شوية دقيق وضيفوا مايونيز. اكسروا بيضة واخلطوا العجينة كويس. لازم تخلوا قوام شبه الزبادي تقيل شوية. ضيفوا العجينة على طاسة قلية وضيفوا الحشو من فوق وضيفوا الطماطم وقطع من السجق من فوق. غطوها بطبقة من جبنة مبشورة. ريحتها لذيذة. البيتزا دي كانت سريعة في عملها وكمان لذيذة. استخدموا أي حاجة تكون عندكم وهتاكلوا حاجة لذيذة وتوفروا الفلوس. كل إنسان مشغول، علشان كده بيتك رايق وهادي، لكن ده بس لحد ما الإنترنت يتعطل. بصي، مفيش أي داتا. هو أنت ما دفعتيش الفاتورة؟ يلا نحسب إحنا وفرنا قد إيه؟ إحنا أكيد معناش فلوس تكفي الباقة كلها. أوه لأ، أنا مش مستعد أعيش من غير إنترنت زي رجل الكهف. رجعيلي الواي فاي بتاعي تاني. في هنا فكرة، جمعوا فلوسكم ودوروا على واي فاي وامشوا بطول الممر وشوفوا إشارات الشبكات. أوه، أكيد في راوتر قوي في الشقة دي. احتمال إن جيراننا يشاركونا شبكة الواي فاي بتاعتهم. اشرحوا الموقف وعرضوا عليهم تقسيم فاتورة الإنترنت بين الشقتين. لما بيحسبوا فلوسهم اللي هيوفروها بسرعة، البنات بيوافقوا على العرض ده. بدلوا الفلوس بالباسورد للواي فاي. احنا سعداء بالتعامل معاكم، رجعنا الواي فاي ووفرنا الفلوس. كل حاجة بتوصل لآخرها، سواء كان الكتاب أو فيلم أو صداقة أو معطر الجو. أوه لأ، الحياة من غير معطر جو مش ممكن تحتمل. طب يحصل إيه لو بدلته بمعجون أسنان؟ نقطع طرف أنبوبة معجون أسنان بالنعناع ونحرك غطا الخزان ونرمي الأنبوبة في المية. مع كل نزول مية، المية بالنعناع هتنزل لتحت وتملى حمامكم بريحة منعشة لطيفة. لسه في أسبوعين قبل ما أقبض مرتبي وميزانيتي باظت خلاص. أنا لازم أستخدم موبايلي وأتصل بخط الحياة صاحبتي. اتصلي بصاحبتك وعزميها على حفلة عيد ميلادك. أنت عارفة أنا كنت عاوزة كاميرا من مدة طويلة، أتمنى لو أقدر أشتري واحدة زيها لنفسي. واتصلي بصديقة تانية وابدأي نفس القصة عن الكاميرا. وأخيرا أنا بستلم هدايا عيد ميلادي. قبلي صديقة واحدة في الأول والصديقة التانية تيجي بعدها. مش ممكن، ده بالظبط اللي أنا كنت عايزاها. دلوقتي بما إن بقى عندك كاميرتين زي بعض، مع الإيصالات ممكن تبدلي واحدة بحاجة مفيدة أكتر، أو حتى ترجع الهدية للمحل وترجع الفلوس بتاعتها وتشتري كل اللي انت عايزاه. إزاي تقدري تقسمي كان صودا بحيث تكفي كل الموجودين؟ دي مشكلة صعبة، لكننا عارفين هنعمل إيه. هتحتاجوا شوية تلج. نضيف مكعبات التلج في الكاسات. وفقا لقوانين الفيزياء، كل ما التلج زاد كل ما مساحة المشروب قلت. صبوا الصودا في الكاسات وبصوا، في كمية تكفي كل الموجودين. ده التلج وبس. الضيوف ممكن يشربوا كمية كتير زي ما يحبوا. الآيس تي بالليمون منقذ حياة حقيقي لما بيكون سخن. إيو، أفتكر إن الليمونة دي وحشة. مقرفة، لابتكار الحياة ده هتحتاجوا لعبوة برينكلز. نشيل الغطاء البلاستيك ونعمل قطع في النص. نستخدم خرامة ورق لعمل فتحتين بطول الطرف ونقطع رباط مطاط. نربطه على الغطاء من الفتحات ونضيف عليه نص الليمونة ونأمنها بشريط المطاط. دي طريقة روعة لتخزين فواكه الموالح. هيفضلوا طازة وفريش لفترة أطول. أنا كان معايا فلوس كفاية علشان تذكرة فيلم واحدة، لكن يا ترى هقدر أروح إزاي من غير صاحبتي؟ لكنها عارفة بالظبط إزاي تقدر تدخل الفيلم بتذكرة واحدة بس. أنا بسأل نفسي هي بتخطط لإيه وهي لابسة البنطلون ده ليه؟ من الواضح إنه كبير جداً عليها. اتعلقي على صاحبتك زي كوالا على يوكاليبتوس. آه، البنطلونات دي فيها مساحة كفاية لشخصين. البسي هدوم خارجية وجهزي شوية شيبسي لتظبيط التنكر وسلمي التذكرة للموظف. هو أنت بتبصلي كده ليه؟ موظف التذاكر مشكش في حاجة وبيخلينا نعدي للمسرح. كسبنا،
بعد الفيلم البنات رايحين الكافيه بيدرسوا المينيو. افتكر اني نسيت محفظتي في البيت، وانا كمان مفيش معايا اي فلوس برضو. اهو بصي مفيش معايا غير الفراغ في جيوبي، لكن انا لقيت كيسين شاي في شنطتي من تحت. وهنا الجرسونة بتوصل. يا ترى جاهزين تطلبوا؟ كاسين ميه سخنه بس لو سمحتي. اوكي، انا مش هاخد اي تبس من البنات دول. اتفضلوا طلباتكم، اغمزوا اكياس الشاي في الميه واستمتعوا بالشاي بتاعكم. لطيف جدا ان هما بيقدموا لنا الميه ببلاش هنا، واكيد ممكن تاخدوا الكاسات اللي بتترمي معاكم. اوحش لحظه لما بيبقى المفروض تروحي لحفله عيد ميلاد صاحبتك لكنك بتنسي كل حاجه عنها. ها بكره يا ترى اجيب لها ايه هديه؟ هتحتاجي شويه ايبوكسي نصبه في كاس ممكن يترمي، ونضيف صبغه زرقاء، نقلبهم بعصايه لحد ما يختلطوا. نخلط الايبوكسي مع لون ابيض، ونعمل كاس تاني اخضر غامق، ونضيف رمل واصداف بحر صغيره في اخر واحده. نستخدم طبق ابيض مسطح، ونضيف اصداف البحر على طرف باستخدام عود. نصب الايبوكسي الازرق في طيار سايل، ونميل الطبق لحد الالوان ما تختلط. نرسم خط ابيض شكل الورده، ونرفخ في شاليمول على شويه فقاعات. مفيش طريقه صح لعمل ده، اعملوا اي حاجه تحبوها. اعملوا خط مموج تاني من الابيض، انفخوا علشان تخلوا الخط ضبابي اكتر، واعملوا تاثير جميل لبحر ازرق عميق. سخنوا بحر الايبوكسي بشعلة لحام لحد ما كل الفقاعات تبان. صدفة البحر هتكون لمسة أخيرة هايلة. صاحبتك مش هتقدر تصبر علشان تشوف هديتها، وأهي البحر الأزرق على طبق. ده جميل، ده شكله شبه البحر الحقيقي. التدرج الجميل ده بيخليه شكله شبه المحيط اللي قرب ينزل من على الحافة. أنا أتمنى لو كنت على الشاطئ دلوقتي حالاً. أنا جعانة جداً لدرجة إن معدتي وجعاني، وصاحبتي بتوصل مع سناك. السندوتشات المحترمة طعمها لذيذ، لكن السجق زي كل مرة بيخلص بدري قبل العيش، وأكل العيش السادة بيبقى حاجة بايخة. لكن صاحبتي عندها نظامها الخاص في أكل السندوتشات، بتحرك دايرة السجق علشان تقطم قطمة في كل مرة. ضيفوا السجق على العيش، لفوا الدايرة 90 درجة واستمروا لحد العيش ما يخلص. بالطريقة دي دايرة واحدة من السجق كفاية لساندوتش كامل. كل اللي بعمله بيكسب. تفتكري ان شكل هدومنا خلاص بقى قديم جدا؟ ايوه، بالحكم من الانستجرام احنا مغيرناش هدومنا من نص سنه. جايز جه وقت تجديد دولاب هدومكم. بصي الفستان الصغير الجميل ده، ايوه وسعره كمان لطيف جميل. المشي مع الموضه مش هيكون رخيص. يا ترى ممكن نعمل ايه؟ انا عندي فكره، نطلب شويه هدوم اونلاين، نختار هوم ديليفري. شاب الدليفري مستعجل لكننا بنطلب منه يستنى بره. عندكم 10 دقايق كاملين. وادي هدومنا، دول لطاف جدا وعلى الموضه. الشوبينج دايما ممتع جدا. جربوا لبس الهدوم ويلا نعمل فوتوشوت صغير. انتي ملكه الموضه، البسي الهدوم الجديده وصوروا اكبر عدد ممكن من الصور. طبعا مش هنخلي ولا قطعه منهم، ممكن الشرابات بس. من المحزن نقول لهم باي باي، لكن لازم نعمل كده. علشان كده بنرجع كل حاجه لشاب الدليفري. هو انا هستنى لحد امتى؟ امسك دول، مفيش اي حاجه منهم عجبتنا. المقاسات كلها غلط. وادي فلوس الشرابات، ده كل حاجه، احنا مش هنشتري اي حاجه تانيه. باي. روحوا شوفوا الصور. واو، ايه الصور الروعه دي؟ واهم حاجه اننا لبسنا الهدوم دي ببلاش. احنا رايحين لاستوديو يوجا. ميه، حصيره اليوجا. اوه ايوه، انا تقريبا نسيت فلوس علشان الاشتراك. استني، انت عايزه تصرفي فلوس على التمرين؟ مدربة اليوجا بتاعتك موجودة هنا فعلاً. افردي الحصيرة، ممكن تعملي اليوجا هنا في البيت. الصديقة بتفرد رجليها وهي قاعدة على الأرض وبتميل لقدام، التانية بتنام من فوق وبتسحب الدراعات. الأصانة دي بتشتغل في اتجاهين في وقت واحد. شريكة واحدة بتتمدد تحت ظهرها لما بتطلع لقدام، والتانية بتفرد عمودها الفقري. ودلوقتي نامي على الأرض وارفعي رجليكي، صاحبتك بتنام بظهرها على رجليكي. اتني وافردي ركبك. ودلوقتي الأصانة للاسترتشات، اقعدي على الأرض، صاحبتك بتعدي رجليها. ريحي رجليك المفرودة على ركبها، ميلي ظهرك لورا واسحبي صاحبتك من دراعتها. وادي طريقة تعملي بيها عضلات بطن روعة. نامي على الأرض بالشكل ده وثبتي رجليكي كده، واعملي شوية تمارين بطن. بعد شوية تمارين عضلاتك هيبقى شكلهم كويس، وممكن تصرفوا الفلوس على حاجة مهمة أكتر. كنت خلاص هتعملي ميك اب، لكن كل الحاجات بقى شكلها غريب. الفاونديشن نشف خالص، واللوشن الايدين ريحته بقت غريبه. طيب باي باي يا مستحضرات تجميلي اللي بحبها. الحاجه الجايه زي ما انت عارفه شنطه الميك اب بتاعتك هتبقى فاضيه. الحمد لله ان صاحبتك تعرف طريقه تخلي الميك اب بتاعك يعيش لفتره اطول. لو عايزه تخلي الميك اب بتاعك يعيش لمده اطول، شيليه في درجه حراره بارده. شيلي الميك اب بتاعك في الثلاجه، اتعودوا على ده.
ده بيتكم الجديد. التخزين الصح بيطول فترة الحفظ على الرف، والميك اب هيفضل سليم لمدة أطول. كل موسم زي اللي قبله، كل الهدوم دي وما فيش حاجة نلبسها. ده قديم جدا، الألوان مش على الموضة. الطقم ده حلو بس لتخريج المهملات، لكن الفستان ده لسه ممكن يستخدم. أكيد لازم نعمله إعادة تدوير شوية في الأول. قصي الفستان بطول الخطوط واعمله حاجتين في واحد، توب ستايلش وجيبة مشرقة. نخيط شريط مطاط في الجيبة. جربوهم، المجموعة المخططة من قطعتين دي شكلها حلو. كل إنسان على طول يقدر يفهم إنكم أحسن أصحاب، وبتوفروا الفلوس كمان، حاجتين بسعر حاجة واحدة. عجبكم ابتكاراتنا للحياة للموفرين؟ عرفونا في التعليقات بتعرفوا طريقة توفروا بيها الفلوس؟ اعملوا لايك للفيديو وشاركوه مع أصحابكم، واشتركوا في قناتنا واضغطوا على الجرس علشان ما يفوتكمش أي أفكار مفيدة أكتر من تروم تروم سيلكت.